السلام عليكم، معكم بشرى كويزين. فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم. طورطاس بالكوك ولا لي طار دو نوا دو كوكو، ساهلين في التحضير ولداد. كنحتاجوا لهاد الوصفة. بالنسبة للباط بغيزي كنحتاجوا لها 250 غرام ديال الدقيق، كنحتاجوا لها 125 غرام ديال الزبدة تكون باردة. الخميره غادي نديروها في الحشوه، ما نحتاجوهاش. نص خماره ديال الحلوه وبيضه، هذه بالنسبه للباط، ومعلقه ديال السكر سنيده، هادو بالنسبه للباط بغيزي. بالنسبه للحشوه ديالنا غنحتاجو 350 غرام ديال الكوك الرقيق، نحتاجو 3 البيضات يكونوا في حراره المطبخ، وكنحتاجو كذلك 180 غرام ديال السكر سنيده، 61 غرام ديال الزبده اللي غادي نذوبوها من بعد. عندنا 3 المعلقات ديال الحليب و 3 المعلقات ديال عصير الحامض. نحتاجو كذلك كونفيتير ديال الفريز اللي غندهنو به لاباط بغيزي ديالنا، وكاس ديال الماء. غناخذوا واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه، اللي غادي نجمعوا فيه لاباط ديالنا، لاباط بغيزي. غنغربلوا هذاك الدقيق اللي عندنا 250 غرام، نغربلوها على هذا الشكل. غنزيدوا لها هذيك المعلقه ديال السكر سنيده باش تدلنا اللون في لاباط بغيزي، تجي شويه مذهبه، وقريصه ديال الملح ضروري. ناخذ هذيك 125 غرام ديال الزبده اللي قطعناها كمربعات، تكون بارده الزبده. صافي، دابا غنحاولوا ندخلوا هذيك الزبده للدقيق غير بالصبع ديال اليدين، ما ندلكوهاش، ماشي ضروري ندلكوها، نحاولوا ندخلوها غير هكا بالصبع ديال اليدين حتى كترمل لينا، وبحال كنبسبسوها بحال الحرشه. كنحاولوا هكا نبقاو معاها حتى كندخلوا هذيك الزبده كامله في الدقيق ديالنا، كتولي على هذا الشكل. من بعد كناخذوا هذيك البيضه ديالنا، هي اللي كنجمعوا بها، كنحاولوا نديروا البيضه ونجمعوا بسرعه، الا ما تجمعش لنا كنزيدوا معلقه ديال الماء بارد. كنجمعوها هكا باليدين بسرعه، ما ندلكوهاش. الا شفناها خاصها واحد شويه نزيدوها معلقه ديال الماء بارد، الا كانت البيضه كبيره راه غادي تكون كافيه. انا البيض هنا اللي عندي شويه صغير، زدت معلقه ديال الماء بارد، صافي وجمعت العجينه ديالي. كنحاولوا نجمعوها هكا بالصبع ديال اليدين، صافي كتولي على هذا الشكل. كنحيدوها من الاناء وكنحاولوا نجمعوها ونشكلوها على شكل كره. كتولي على هذا الشكل. كناخذوا بابي بلاستيك وكنغطيوها، نحتفظوا بها جانبا بما وجدنا الحشوه ديالنا. من بعد كناخذ واحد الكاسرونه فوق النار، كنديروا عليها هذاك الكاس الماء، ونديروا عصير الحامض 3 المعالق ديال عصير الحامض، وكنديروا السكر سنيده 180 غرام ديال السكر سنيده. كنخليو الكاسرونه فوق النار غير بما داب لينا السكر، صافي وكنزولوها، ما محتاجينش باش يغلى لينا ولا
ولا يولي بحال السيرو. حنا بغينا غير السكر يذوب لينا صافي. كنخلي واحد جوج دقائق هكا ولا ثلاثه دقائق على الاكثر صافي. من بعد ما نشوفوا بان هذاك السكر صافي بدا كيذوب كنحيدو. من بعد ما دار لينا هذاك السكر صافي كنحيدو كنحتفظو بجانبا يبرد لينا غير شويه. كناخذو اناء كنزيدو فيه هذاك السيرو ديالنا اللي سخنا وكنبداو نضيفو في الحليب ثلاثه المعلقات الخميره ديالنا نص خميره ديال الحلوه والبيض ثلاثه البيضات كنزيدو هذيك 60 غرام ديال الزبده اللي ذوبنا محتاجين بها مذوبه. دابا نضيفو الكوك ديالنا. انا في هذه الوصفه كتكفاني هذيك 350 غرام كتجيني هي هذيك. نتوما شوفوا على حسب الكوك اللي عندكم. مهم انا 300 غرام كتجي مزيانه صافي. كنحاولوا نخلطوا جميع المقادير على هذا الشكل هكا بالطراب اليدوي ولا انا من بعد حيدتو درت غير سباتو احسن. صافي من بعد ما كنحسو بجميع المقادير رانا نسجمو لينا كيكون كتكون عندنا الحشوه راها صافي وجدات على هذا الشكل. من بعد كناخذو هذيك لاباط ديالنا اللي ارتاحت وكناخذوا الدقيق باش كنحاولوا نسرحوها. كنرشوا بالدقيق باش كيساعدنا باش ما تلصقش صافي. كنسرحوها بالدلاك. انا هنايا في هذه الوصفه استعملت لي طاقت الصغار يعني ليمون الصغار ديال لي طاقت. الا بغيتوا ديروها في وحده كبيره ديروها. مهم هي في كلتا الحالتين كتجي مزيانه. كنحاولوا نسرحوا هكا العجينه ديالنا كتكون طايعه وسهله في زعما نسرحوها. وكتكون رطبه كنسرحوها على هذا الشكل. صافي من بعد كنلويو هذيك العجينه ديالنا على الدلاك وكنوجدو هذوك لي مول ديالنا ديال لي طاقت. انا عندي هادو كيتحلوا من التحت كيسهلوا شويه الامور. صافي كنستفوهم على هذا الشكل. كنبداو باربعه وكنحطوا العجينه ديالنا على هذا الشكل صافي. وكنحاولوا ندخلوا العجينه من الداخل ونثبتوها من الجوانب حتى كنلبسو بها المول كامل كما موضح في الصوره. كنسحفو معاها غير بشويه صافي. كنزلو عليها هكا بالدلاك صافي. كنحيدو الزائد هذا كنعاود عاوتاني نسرحو باش نكملو لي مول ديالنا الاخرين. كنبقاو على هذا الشكل هكا كنجمعوه كنشدوها كنسرحو مزيان بالصبع من الجنب باش كتلبس لينا مزيان في المول وكتجي على القياس ديالو على هذا الشكل بحال هكدا صافي. كندورو هكا بيدينا نحاولو ندورو على المول كامل
انا نحاول بالعجينه اللي بقات لنا نوريكم طريقه اخرى كيفاش تديروها. الا ما بغيتوش تسرحوا العجينه كلها على ليمون مره واحده، تقدروا تشدوا كل ليمون وتاخذوا العبار ديالو وكديروا شويه، كتقطعوا شويه زيت على هذا الشكل وكديروا بالواحد بالواحد، نتوما اختاروا اللي غترتاحوا فيه. صافي كنقطعوا هكا، كنديروا الجوانب شويه زايدين، نحيدوا الزائد وكناخذوا هكا وكنلبسوه للمول نفس الطريقه. صافي كنبقاو نبركوا هكا شويه بالصباع من الجناب باش يتلبس لنا المول، وكنحيدوا الزائد. هنا انا كنحيدو غير بايدي، راه كيكون صعب. صافي كنبقاو على هذا الشكل حتى كنكملوا جميع الليمون اللي عندنا والعجينه اللي عندنا. صافي ملي كنكملوا كاملين هذيك العجينه ديالنا، كناخذوا واحد الفرشيطه وكنبقاو كنشكوا هكايا كاع العجينه ديالنا من الجناب من كل شيء، كندورها كامله بالفرشيطه. كنتقبوها بحال هكا غير باش ملي نديروا عليها الحشوه ندخلوها الفران ما تنفخش لينا. صافي كنكونوا تقبنا كاملين هكايا العجينه ديالنا، كناخذوا شويه ديال الكونفيتور ديال الفخيز وكنبداو ندهنوا بحال هكا القاع ديال كل المول، معلقه جهد قياس معلقه ديال الكونفيتور. كنبقاو على هذا الشكل حتى كنكملوا كاع لي طاخت اللي عندنا. من بعد كنبداو ناخذو في الحشوه ديالنا وكنديرو جهد جوج معلقات في الوحده، كنعمروهم هكا يجيو مزيانين عامرين. انا هاد القياس ديال لي طاخت عمرت به جوج معلقات كبار جاوني مزيانين. نتوما شوفوا على القياس المول اللي عندكم، ولا كان كبير راه كتخوي فيه الحشوه كامله مره واحده. صافي كنحاولوا هكا كنبقاو نقادوها بالمعلقه نسطحوا الوجه ديالها على هذا الشكل. صافي وكنكملوا كاملين الليمون اللي عندنا. من بعد ما كملناهم كناخذوا واحد لاطه كتدخل الفران وكنستفوا فيها هذوك الليمون ديالنا، كندخلوها الفران على 190، كنخليهم 45 دقيقه. من بعد ما كيطيبوا كيخليو على هذا الشكل، كيجيو محمرين وزوينين. كنخليهم يبردوا واحد شويه وكنحيدوهم من الليمول ديالهم، كيكونوا على هذا الشكل رائعين. وان شاء الله يتمنى يعجبوكم وتجربوهم ودعموني دائما بلي لايك، ومن هنا حتى الفيديو جديد. كنتمنى لكم الراحه. سلام عليكم.